بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع الماء الحقيقة موضوع شائك ومهم جدا، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون؟ خطاب لأولئك الملحدين المشككين الذين ينكرون وجود الخالق عز وجل، ينكرون وجود صانع للكون. يقول لهم: انظروا كيف أن الله تبارك وتعالى جعل من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون؟ الحقيقة اليوم أحببت أن أحدثكم عن دراسة حديثة جدا أجريت عام 2020، حيث درس الباحثون في أحد المخابر في فرنسا صخرة موجودة على الأرض جاءت من الفضاء، ولكن أصلها أرضي، يعني أصلها من الأرض. الحقيقة وجدوا أن هناك كمية من الهيدروجين في هذه الصخرة التي تشكلت منذ بداية خلق الأرض تكفي لثلاثة أضعاف كمية المياه الموجودة على سطح الأرض. ماذا يعني ذلك باختصار أيها الأحبة؟ هذا يعني أن الماء تشكل مع تشكل الأرض، وليس يعني بعد تشكلها بملايين السنين كما كان الاعتقاد السائد من قبل. الماء موجود في كل مكان من الكون أيها الأحبة. انظروا، دققوا معي أحبتي في الله. العلماء عثروا على جزيئات ماء في نيازك قادمة إلى الأرض، ووصلوا إلى نتيجة أن الماء موجود في الفضاء وتشكل قبل مليارات السنين. الماء ليس يعني مادة خاصة بالأرض، هو مادة كونية، كائن كوني موجود في الكون. لأن أول مادة تشكلت أيها الأحبة حسب نظريات العلماء هي الهيدروجين، وهو أخف عنصر في الطبيعة. الحقيقة يقول الباحثون إن الماء موجود في الكون منذ مليارات السنين، وهذا بسبب طبعا دراستهم للنيازك التي قاموا بتحليلها. فقد يعني بيّنت دراسات النيازك والمذنبات والأحجار الكونية طبعا أن هناك مليارات من هذه المذنبات والنيازك مليئة بالحياة، تسبح في أعماق أغوار هذا الكون. يحتار العلماء كيف يفسرون ذلك، متى تشكلت هذه الكميات الضخمة من المياه وأين؟ ربما يكون الجواب أن الماء تشكل بعيد نشوء الكون مباشرة. طبعا العلماء يرفضون الاعتراف بهذه الحقيقة التي نعتبرها حقيقة، لأن الله أنبأنا عنها. الله تبارك وتعالى قال: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. مباشرة بعد الرتق، بعد أن كانتا رتقا ملتصقتين، فتق الله السماوات والأرض، يعني فصل هذه الكتلة ليخلق منها السماوات والأرض. واستخدم كلمة الرتق والفتق لأنها مناسبة لنسيج الزمان والمكان والمادة، لأن مادة الكون عبارة عن نسيج، كما رأينا في أبحاث النسيج الكوني تتوزع على شكل نسيج المجرات والمادة المظلمة. وحتى الطاقة المظلمة لها خيوط نسيجية في الكون. الزمن له نسيج أيضا، شكله نسيج، والمكان هو عبارة عن نسيج، لذلك يسمى نسيج الزمان أو الزمكان، أي الزمان والمكان. هذا النسيج تناسبه كلمات تستخدم مع القماش: رتق القماش أي أصلحه، وفتق أي فتق القماش، فتق النسيج، بعد خيوط النسيج. لذلك كلمات دقيقة جدا أيها الأحبة. تحدث القرآن عن بداية خلق الكون: كانتا رتقا ففتقناهما. ماذا حدث؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي، وكأن الماء موجود أصلا أيها الأحبة. لذلك الله تبارك وتعالى يقول: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
كأن الله يريد أن يقول لنا انظروا إن الماء موجود خارج نطاق هذا الكون، لأن هذا الكون المرئي بالنسبة لنا هو جزء صغير من خلق الله، فكرسي الرحمن يسع السماوات والأرض، والعرش أكبر وأعلى من الكرسي بكثير، أبعاد لا يتصورها عقل أيها الأحبة. نحن هنا يعني أقرب نجم لنا هو الشمس، قريب جدا، يبعد 150 مليون كيلومتر، مسافة لا يتصورها عقل. نحن أرضنا تستطيع أن تلف حول الأرض لفة كاملة 40,000 كيلومتر فقط، فتصور 150 مليون كيلومتر لتصل إلى الشمس، هي أقرب نجم. أقرب نجم بعد الشمس يبعد بحدود 4.25 أو 4.3 سنة ضوئية، السنة الضوئية هي مليون مليون كيلومتر. يعني هناك أيها الأحبة يعني مسافات وأبعاد هائلة جدا يصعب تصورها. الذي يهمنا الآن أن الله تبارك وتعالى أشار إشارة لطيفة أن الماء موجود في هذا الكون. العلماء بدأوا، يعني انظروا معي، العلماء بدأوا يقولون إن الماء موجود موزع في هذا الكون بانتظام حتى. لماذا؟ لأن معظم النيازك التي حصلوا عليها أثناء تحليلها وجدوا عليها آثار مياه، نيزك قادم من مجرات بعيدة، نيزك قادم من المجموعة الشمسية، من المريخ، من المشتري، من القمر، من الكذا. معظم هذه الحجارة النيزكية عليها آثار لمياه قديمة جدا تشكلت قبل مليارات السنين. طيب ماذا يعني، من الذي أتى بهذه المياه؟ من الذي وزعها؟ لذلك يقولون الماء موجود في الكون بصورة غريبة جدا لم نكن نتصورها. لذلك الله عز وجل أشار إشارة لطيفة عندما قال وكان عرشه على الماء. يعني انظروا ترتيب الأحداث، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يتحدث عن خلق الكون، وكان عرشه على الماء. إذن الماء مخلوق يكاد يكون وجد قبل معرفتنا بالكون، لأن معرفتنا بالكون هي أيها الأحبة 13.7 مليار سنة فقط، 13.7 مليار سنة. أما قبل ذلك لا أحد يعلم ما الذي كان، ماذا كان في الكون، كيف كان شكل الزمان، شكل المكان، لا أحد يعلم أيها الأحبة. الله عز وجل أشار أيضا إشارة لطيفة إلى أن الماء الموجود على الأرض تشكل في الفضاء الخارجي. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر بنظام وقانون فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. تصوروا لو أن أرضنا تشكلت من دون هذا الماء، ما الذي سيحدث؟ ستنتهي الحياة، لم نكن موجودون أصلا. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، يشير إلى النيازك القادمة والغبار أثناء تشكل الأرض، في طور تشكل الأرض قبل بحدود 4.6 مليار سنة ضوئية، مليار سنة، هذه الأرض عندما تشكلت تشكلت أصلا من الغبار الكوني ومن الماء الموجود في هذا الكون الذي تشكل في الكون. وبالتالي تم تخزين هذا الماء عبر ملايين السنين في الأرض ثم خرج على شكل ينابيع. لذلك الله تعالى أشار إلى هذه المرحلة، قال أخرج منها ماءها ومرعاها. أخرج منها أي من الأرض، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. الله تبارك وتعالى أيها الأحبة ربط بين تمهيد الأرض من خلال ضربها بالنيازك وتسويتها وتسطيحها لتكون ممهدة أمام البشر، وإلا لم نكن لنتمكن من العيش على هذه الأرض. قال عز وجل الذي جعل لكم الأرض فراشا، فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. المهم أيها الأحبة نختم ونقول
إن وجود الماء في كل مكان من هذا الكون يعني أن الماء لم يتشكل في مكان محدد بل في كل مكان وفق نظام مقدر ومحكم. لذلك قال بقدر، أي بقانون ونظام. القرآن الكريم أيها الأحبة إذن يتماشى ويتفق تماما مع المشاهدات والحقائق والاكتشافات العلمية التي شاهدناها في عام 2020. لا يوجد كتاب على وجه الأرض يتفق مع الحقائق العلمية بهذا الشكل. هذا يدعونا أن نعتقد أن هذا القرآن كلام الله عز وجل. لقد ربط القرآن بين نشوء الكون ونشوء الماء، والعلم يؤكد أن الماء موجود في كل مكان وأنه تشكل مبكرا قبل مليارات السنين. والله أيها الأحبة لا نملك إلا أن نقول الحمد لله على نعمة الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.